يحدد المسلمون قبلتهم عن طريق الشمس في النهار وعن طريق النجوم في الليل، وللشمس طريقتين، عن طريق الظل وعن طريق موقعها وهو السائد. فمكان وزمان الشمس يتغير بشكل يومي طوال العام، ويحدث أحياناً أن تقطع الشمس الخط الواصل بين المكان ومكة فيستغل لتحديد القبلة. وعلماء المسلمين هم أول من استخدم هذه الطريقة لتحديد القبلة بمكة. دعا المحرمون الله يستغفرونه بمكة شعثاً كي تمحى ذنوبها، وناديت يا رحمن أول سؤلتي لنفسي ليلى ثم أنت حسيبها، وإن أعطى ليلى في حياتي لم يتب إلى الله عبد توبة لا أتوبها. فيوم 15 ديسمبر تغرب الشمس باتجاه القبلة على الرياض، ويوم 13 يناير تغرب الشمس باتجاه القبلة على المنامة، ويوم 5 فبراير تغرب الشمس باتجاه القبلة على الدوحة، ويوم 24 فبراير تغرب الشمس باتجاه القبلة على أبوظبي، ويوم 2 أكتوبر تغرب الشمس باتجاه القبلة على مسقط. وهنالك يومين في السنة تكون الشمس هي القبلة على مستوى العالم وقت أذان الظهر على مكة، وهي يومي 27 مايو و 16 يوليو. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين.